بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام الحافظ الحجة جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفات وشرحها في الدارين آمين اليوم المجلس الأخير في النوع السادس والخمسين في الإيجاز والإقناع وهو ما زلنا في انواع الايجاء الاطناب بالزياده النوع الثامن عشر في حاجه اسمها التتميم والنوع اللي بعده اسمه التكميل والنوع اللي بعده اسمه الاستقصاء تتمم يعني ايه؟ يعني المعنى ينقصه إيه؟ يعني شيء بسيط عشان يتم التميم. وبعدين في حاجة زيادة عن التتميم اسمها التكميل تكمل في حاجة بقى كمان فوق التكميل الاستقصاء تستقصي كل لوازمه كويس حسب بقى لوازم كل ايه جملة يبقى التتميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضلة تفيد نكتة كالمبالغة مثلا في قوله تعالى ويطعمون الطعام يزود لك على حبه. ما هو اطعام الطعام مطلقا ثوابه كبير لكن لما تبقى انت كمان محتاج وتطعم يبقى ثوابه اعلى فاهم هنا بقى لكن هو اطعام الطعام النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطعموا الطعام ما اشاء على حبي ولا على حبه. فاطعام الطعام في حد ذاته حتى اطعام الغني ثوابه كبير زي اطعام الفقير فاهم? لانه اطعام الغني وهو غير محتاج اكرام واستضافة وهي من إيه؟ من من أخلاق النبوة الإكرام وإذا كان فقير فدي قيام بحاجتي ودي ثوابها عالي وبالتالي ما تستهونش بحكاية إنك تطعم الناس كلها ما تقولش أصل ده غني لا كله ياكل دي دي أخلاق النبوة كده فهمت بقى إزاي؟ لكن لما إيه لما القرآن قال لك على حبه بيقول لك إن دي ثوابها عالي قوي لما تبقى انت طعامك يدوب على قدك وبالرغم من كده تشرك غيرك معاك غير ما يبقى طعامك كتير وانت ربنا موسع عليك هيبقى ليك ثواب بس غير ثواب اللي ايه؟ اللي رزقه ضيق وبالرغم من كده بيطعم فهمت بقى؟ عشان كده لك على حبه بيديك معنى زياده فهمت؟ زي طعام ايه؟ في يوم ايه؟ ذي مسغبه اي دي برضه تكميل يعني يوم في مجاعة والمجاعة كل واحد عايز يحافظ على اللي عنده ما مجاعة بقى ورا من كده تطلع اللي عندك برضه وتطعم بيه ايه يتيم ذا مقربة او مسكين ذا متربة فهمت بقى ازاي يبقى دي حاجات اسمها ايه التتميم اي مع حب الطعام اي اشتهائي فان الاطعام حينئذ ابلغ واكثر اجرا ومثله وآتى المال على حبه يعني يتصدق وهو أصلا اللي ما عنده يدوب مكفي بالعافية فهمت يبقى دي أعلى الصدقات واحد كل ما يملكه ايه مية جنيه تصدق بخمسين يبقى تصدق بنصف مالك زي بالظبط واحد عنده مية مليون جنيه تصدق بخمسين مليون اهو ده زي ده عند الله ده تصدق بنصف ما يملك وده تصدق بنصف ما يملك الارقام عند الله ما تفرقش تعلق النفس بالزينة والتخلي عنها ولا اللي يفرق فهمت لان ربنا خلقنا متعلق بنحب المال ونحب ايه زينة الدنيا فانت تقاوم ده الفطرة اللي فيك دي تقاومها من اجل الله دي دليل انك بتحب ربنا قوي فهمت بقى ازاي فهي الحكاية كلها اختبار بينك وبين ربك ادي كل الحكايه فمش مسألة بقى ايه يعني انفق جنيه والتاني انفق الف يبقى ابو الف ده ثوابه اعلى لا ابو الف ده عنده كام الف طب وابو جنيه ده عنده كام جنيه فهمت بقى على حسب بقى نسبة ماله وعلى كده قال لك ايه وآتى المال على حبه وقال لك خير ما تنفق من صدقة وانت ايه شحيح فقير تخشى الفقر وإيه؟ وتأمل الغنى، ساعتها ما تتصدق وأنت في الحالة دي وأنت لسه بتكون حياتك. لا عندك شقة ولا عندك زوجة وعايز تجيب عربية وعايز تبتدي تكون حياتك ويبقى ليك مصدر رزق ثابت تطمئن ليه. بتعمل بتكون نفسك. وبالرغم من كده أنت كريم برضه. وكل ما تلاقي حد يتطلع اه ده ثواب واعلى من اللي خلاص كون نفسه واستقر وعنده رصيد وعنده هنا وقاعد بينفق فهمت بقى ازاي وعلى كده قال لك واتى المال على ايه على حبه وكذلك قوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن شفت كلمه وهو مؤمن دي كملت لان عمل الصالح مطلقا مفيد للبشر ومفيد للإنسان اللي بيعمله في حال دنياه لكن لو هو مؤمن مفيد ليه في الدنيا والآخرة بقى يوم إيه يتعدى بقى لكن حتى لو واحد كافر عمل صالح وخدم الناس ربنا هيدي له ثوابه في الدنيا شهرة ومال وبركة في العافية وسعادة في النفس وكل حاجة لكن لما يبقى وهو مؤمن يديله ده ويديله في الآخرة كمان فهمت؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ايه بخسا ولا ايه ظلما ولا هضما سورة طه فقوله وهو مؤمن تتميم في غاية الحسن برضو ممكن تجيب مثال ايه اطعام في يوم ذي مسغبة برضو كلمة ذي مسغبة ايه فيها تتميم وهكذا بقى انت لما تعرف القاعدة تقدر وانت بتقرأ القرآن تعرف ايه تطلع نماذج كتير طيب النوع التاسع عشر الاستقصاء الاستقصاء وهو ان يتناول المتكلم معنى فيستقصيه يبقى التتميم يوصلك للكمال كويس طب عايز فوق الكمال استقصاء بقى فهمت بقى النوع التاسع عشر الاستقصاء وهو أن يتناول المتكلم معناً فيستقصيه يعني من جميع الوجوه فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالا كقوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ فإنه تعالى لو اقتصر على قوله جنة لكان كافيا فلم يقف عند ذلك حتى قال في تفسيرها من نخيل واعناب فان مصاب صاحبها بها اعظم ثم زاد تجري من تحتها الانهار متمما لوصفها بذلك ثم كمل وصفها بعد التتميمين فقال له فيها من كل الثمرات فاتى بكل ما يكون في الجنان ليشتد الاسف على افساده ثم قال في وصف صاحبها واصابه الكبر ثم استقصى المعنى في ذلك بما يجب تعظيم المصاب بقوله بعد وصفه بالكبر وله ذريه ولم يقف عند ذلك حتى وصف الذريه بالضعفاء ثم ذكر استئصال الجنه التي ليس لهذا المصاب غيرها بالهلاك في اسرع وقت حيث قال فاصابها اعصار ولم يقتصر على ذكره للعلم بانه لا يحصل سرعه الهلاك باعصار فقط بل قال فيه نار ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقها، لأنه ممكن يبقى فيها نار والجنة خضرة والنار ما متز... إيه؟ قال لك لا بقى فاحترقت كمان، شفت قد ايه؟ باحتراقها الاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفي باحتراقها لما فيها من الأنهار ورطوبة الأشجار، فاحترس عن هذا الاحتمال بقوله فاحترقت، فهذا أحسن استقصاء وقع في كلام وأتمه وأكمله، والمثال ده ربنا ضربه لمين؟ للإنسان اللي يعمل أعمال صالحة كتير، ثوابها عظيم عند الله، كأن الأعمال الصالحة دي جنة تجري من تحتها الأنهار وفيها من أنواع الثمار الكثير ومتجددة، لأن ربنا بإيه بيضاعف لك الثواب، ده مثال العمل الصالح اللي بتعمله، وبعدين بعد كده كبرت ومت وجدت قابل الاعمال الصالحه دي كويس وانت في احوج الحاجه اللي ليها. عشان تحمي ذريتك الضعفاء اللي هي اعضائك من النار اعضائك دي بقت هي كانها ذريتك عايز تحميها من النار تقوم تيجي يوم القيامه منتظر بقى ومؤمل هذا تجد نفسك انك انت كنت الأعمال الصالحة اللي بتعملها دي والصدقات اللي بتقدمها دي كنت بتمن بيها على الناس فهو ده الإعصار اللي حرقها فهمت بقى إزاي؟ مش بيقول لك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى في أول الربع وبعدين جاب لك المثال ده يبقى أوعى تحرق بإعصار في نار ثواب أعمالك اللي هي زي الجنة المثمرة عند الله فتفقدها وأنت في أحوج الحاجة إليها شفت المثال بقى؟ أيود أحدكم أن تكون له يعني حافظ على أعمالك لأنك أنت هتحتاجها وقت هتكون ضعيف ووقت كمان عايز تحمي ذريتك اللي هي أعضائك من النار. فأوعى بقى تعمل الحاجات دي كلها تتصدق وإيه؟ وتقول للناس لحم اكتفك من خيري. انت ما تعرفش انا عملت فيه ايه ده انا اللي ربيتك وانا اللي عملتك وانا اللي علمتك اه تفضل بقى طول النهار تعمل كده فقدت كل الثواب اللي انت عملته فيه حتى لو ابنك تقعد تمن عليه كل شويه يمكن ابنك يكرهك يقول لك يا ولد مش انا اللي بربيك يا ولد انا اللي باكلت يا ولد لب... يكره يقعد معاك طبيعه الانسان ما يحبش حد يمن عليه لان الانسان بفطرته عارف ان كل خير جاي له من الله بس على ايد من شاء فلما يجي بقى ال... الواسطه دي تمن يقوم يتضايق من الواسطة فهمت بقى ازاي دي طبيعة الانسان كده لان مغروس في فطرته ان هو ما بكم من نعمة فمن الله فاذا جاء لي الخير ده عن طريق ابي فابي واخد بالك هو واسطة وصول الخير اليه وليس مصدره مصدره والله فما تجيش الواسطة ايه تقوم ايه تبالغ بقى في اهميتها وتمن على الناس فهمت بقى فده المثال ده جايبه لك في الربع اللي فيه ايه؟ قول معروف ومغفره خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي، وإداك بقى الأمثلة دي كلها كالذي كالذي كالذي. وبعدين إدالك مثال محسوس بقى في الدنيا. واحد عنده جنة زي دي وفيها كل أنواع الثمار وهو كبير في السن وعنده أطفال صغيرين واخد بالك؟ يقوم إيه؟ تتحرق في لحظة واحدة واخد بالك قد إيه حسرته تبقى في الحالة دي فربك بيقول لك الحق نفسك قبل ما تتحسر الحسرة دي في الآخرة على فساد أعمالك لأنك أنت كنت السبب في إفسادك فهمت المثال بقى؟ عشان كده قال ان في ذلك لآيات إيه؟ لقوم يتفكرون. تفكر أنت ولا وهابي ما بتفكرش؟ هذه المشكلة بقى، في ناس ما بتفكرش. لازم تعمل حساب للمستقبل. فشفت استوعبها ازاي ربك في المثال؟ قال ابن ابي الاصبع: والفرق بين الاستقصاء والتتميم والتكميل ان التتميم يرد على يرد على المعنى الناقص ليتمم، والتكميل يرد على المعنى التام فيكمل او فيكمل اوصافه، والاستقصاء يرد على المعنى التام الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه حتى يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه فلا يبقى لأحد فيه مساوئ النوع العشرون الاعتراض آخر نوع النوع العشرين في الدرس العشرين إحنا النهاردة إيه في النوع الثالث والخمسين ده خل خل يعني خلصناهم في عشرين مجلس وتنتهي بالنوع العشرين برضو شفت بقى يا سيدي انا عندي النوع العشرين. 20 اه في واحد تاني اه الحادي والعشرون. كويس يبقى توصى بينا زي ما تجيب حاجه تقول لك وتوصى النوع العشرون 20 الاعتراض الاعتراض دي برضو جميل قوي اللي هي الجمل المعترضه في وسط الايات دي لازم تاخد بالك منها اوي. جملة تلاقيها معترضة في وسط الآية. يعني المعنى ماشي ويحط لك كلمة معترضة ويكمل لك المعنى بعدين. فاهم؟ وسماه قدام التفاتا وهو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو كلامين اتصل معنى لنكتة غير دفع الإيهام كقوله ويجعلون لله البنات يقول لك سبحانه ولهم ما يشتهون حط لك سبحانه لي. زي ما نقول مثلا ايه؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت نقول وحاشاها لقطع محمد يده. لما تيجي أنت تروي الحديث تقول ايه؟ وحاشاها. أه دي جملة إرادية الأول تنزيها لها. فهمت؟ فهنا برضه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. لكن هي الجملة ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون مش كده برضه؟ لا حتى لك سبحانه في الوسط. علشان تنزيه لله عز فقوله سبحانه اعتراض لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن البنات والشناعة على جعلي وقوله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله تبركا فهمت فجملة الاستثناء اعتراض للتبرك ومن وقوعه بأكثر من جمله يعني أحيانا يأتي الاعتراض ويقع ويعترض بأكثر من جملة زي إيه فأتوهن من حيث أمركم الله اللي هي إيه اللي هو المحيد أذى فاعتزلوا النساء في المحيد ولا تقربوهن مش كده بعد ما قال ايه فلا تقربوهن حتى يطرن فاذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم. فقول نساؤكم متصل بقول فأتوهن لأنه بيان له وما بينهما اعتراض للحث على الطهارة وتجنب الأدبار. وقول يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين شوف من أول يا أرض بلعي مأك لحد وقيل بعد للقوم الظالمين كل الجمل البعية دي كلها جمل اعتراضية لزيادة المعنى في اعتراض بثلاث جمل وهي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي قال في الاقصى القريب ونكتته افادة ان هذا الامر واقع بين القولين لا محالة ولو اتى به اخرا لكان الظاهر تاخره فبتوسطه ظهر كونه غير متاخر ثم في اعتراض في اعتراض. فان وقضي الامر معترض بين وغيض واستوت لان الاستواء يحصل عقب الغيض وقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات افنان فيهما عينان تجريان في فباي الاء ربكم تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان فباي الاء ربكم تكذبان مش كده متكئين على فرش بطائنها من استبرق لان الاستواء يحصل عقب الغد وقوله ولمن خاف مقام ربي جنتان الى متكئين على فرش في اعتراض بسبع جمل اذا اعرب حالا منه اللي هي الجمل اللي بين الاثنين وزي برضه فباي الاء ربكم تكذب هذه الايه جمله اعتراضيه بعد كل ايه اظهار كل نعمه اتكررت حوالي 31 مره في سوره واحده جمل اعتراضيه ورا زي برضو ويل يومئذ للمكذبين في المرسلات واخد بقى كل دي جمل اعتراضية بتؤكد المعنى ومن وقوع اعتراض في اعتراض فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم قول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم دي جملة معترضة لأن الكلام فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم مش كده برضو؟ فحطها ايه وانه لا قسم لو تعلمون عظيم اعترض بين القسم وجوابه بقول وانه لقسم قسم وبين القسم وصفة بقول لو تعلمون تعظيما للمقسم به وتحقيقا لاجلاله واعلاما لهم بان له عظم لا يعلمونها قال الطيب في التبيان ووجه حسن الاعتراض حسن الافاده مع ان مجيء مجيء ما لا يترقب فكونه كالحسنه تأتيك من حيث لا تحتسب وندي لك مثال مثالين تانيين من عندنا بقى ربك سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بيقول إيه ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء دي كلمة معترضة واخد بالك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما النبي حزن في غزوة أحد لأن حمزة قتل من خلفه غيلة مش بالمواجهة فاهتم اهتمام شديد كيف يعاقب الكفار على مثل هذه الفعلة فربنا سبحانه وتعالى قال له إيه لا تقلق يا حبيبي ولا تهتم اترك لي الأمر أنا أنا اللي أملك بالمهمة ليس لك من أمر عقوبتهم شيء فهمت إزاي؟ لأني سوف أفعل فيهم واحد من أربعة، إما أقطع إيه طرفا من الذين كفروا فينقلبوا خائبين أو أكبتهم أو أتوب على بعضهم بأنه يدخلوا في الإسلام أو ينقلبوا إلي كفار فأعذبهم ينقلبوا خاسرين، يبقى في أربع احتمالات حملها فيهم يا حبيبي، يبقى ليس لك من أمر عقوبتهم شيء، أترك الأمر لي ولا تخفيف عن النبي سلسل. يستعملها الوهابي وي... وي... للناس اللي بيروحوا يزوروا النبي. واقف حارس كده. الناس تيجي تواجه النبي في المواجهة وتكلمه. يقول له ليس لك من الامر شيء. يا غبي. يا غبي مش في هذا الموضع يا غبي. ده هو بجاية دي تشريفا للنبي وتكريم ان الله يدافع عنه. مش معناه ان هو لا ده هو بقى ربنا ملكه ومفتاح الجنة. ويوم القيامة ملكه والشفاعة في ايده عايز ايه ده كله واخد بالك لكن شوف الوهابي فهم ان الجملة الاعتراضية دي خرجها من سياقها لان هي موجودة في سياق تكميل فلما خرجها استعملها تنقيص شفت الغباوة لان يعني بيقول لك ايه ليقطع طرفا من الذين كفروا واخد بالك ازاي او يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء هون عليك يعني او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ايه ظالمون هذه آه دي برضو جمله اعتراضيه طب نجيب لك حته تانية في ال عمران برضو وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الإيه قل إن الهدى هدى الله دي كلمة إيه؟ دي معترضة قل إن الهدى هدى الله شيلها واخد بالك إزاي؟ تلاقي بعد كده الكلام قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته أو يحاجكم عند ربكم يعني اليهود قالوا إيه؟ لما تقابلوا المسلمين مثلوا مسلمين وغيروا أسماءكم واحفظوا القرآن وخليكم كده كفار زي ما انتم في الباطن وكتير جدا من اليهود على مر الرسول يعملوا الحكاية دي يظهر إسلامه وهو أصلا يهودي واخد بالك ازاي وبعدين ربنا بيقول قل إن الهدى هدى الله أنتم محرومين والشاب يعملوا كده اليهود ليه علشان حاقدين على المسلمين أنهم أوتوا كتاب كما كان عندهم كتاب وجاءهم نبي كما كان عندهم نبي فلما ايه عشان كده قالوا ايه أن يؤتى أحد مثلما أوتيتم أو يحجكم عند ربكم اعملوا كده بقى عشان تفسدوهم بدل ما يجوا يوم القيامه ملوك يحجوكم عند الله فافسدوا دينهم من خلالهم شفت بقى وعشان كده وقالت طائفه من اهل الكتاب لهم اليهود امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله جمله اعتراضيه ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. امثله كتير يعني في القران حكايه الجمل الاعتراضيه دي تلاقيها كثير. النوع الحادي والعشرون التعليل وفائده بقى التقرير والابلغيه فان النفوس ابعث على قبول الاحكام المعلله من غيرها وغالب التعليل في القران على تقدير جواب سؤال اقتضته الجمله الاولى. وحروف اللام زي ليقطع طرفا اللام ان اللام وان 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 واذ والباء وكي و من ولعل وقد مرت امثله في نوع الادوات جاب لك بقى الايات اللي فيها هذه الايه؟ الادوات التعليليه ومما يقتضي التعليل لفظ الحكمه كقوله حكمه بالغه وذكر الغاية من الخلق نحو قوله: جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وقوله: الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، وهكذا. وكده يبقى انتهينا من هذا النوع، وغدا نبدا النوع السابع والخمسين في الخبر والانشاء. ونشوف باب طويل ده ولا باب حكايته؟ آه كويس حلو الببان الطويلة دي بتبقى جميلة تعيش فيها تعيش فيها يا تنبل <applause> أنا بنقول تنبل ده الواحد مش موجود هنا يعني <applause> مش موجود هنا مش معقول اللي جاي الفجر وقاعد من الصبح يعني ده تنبل تنبل ده مش موجود هنا كنت يا الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون